بسم الله الرحمن الرحيم. مسلسل الجرائم التي تشهدها بلدة العوامية منذ الفصل الأخير من هذه العملية الإجرامية التي قامت بها قوات أو ما يعرف بقوات المهمات الخاصة، والتي أدت إلى هذا الدمار الهائل في بلدة العوامية وعدد وعشرات الشهداء الذين بلغوا حتى اليوم 29 شهيدا من بينهم من جنسيات أخرى يمنية وباكستانية وهندية. أعتقد بأننا أمام فصل جديد من هذه الجرائم التي ربما لم تشهدها المنطقة من قبل. يعني حينما نتحدث اليوم عن تهجير سكاني وتطهير على أساس مذهبي لبلدة يبلغ عدد سكانها عدد سكانها 30,000، فبالتالي نحن اليوم أمام ظاهرة جديدة غير مسبوقة تنتمي إلى تراث ما قبل الدولة. يعني هذه العملية التي للأسف الشديد تواجه بصمت دولي وبصمت حتى من مجتمع حقوق الإنسان. أعتقد بأن هذه العملية المتواصلة التي ربما حصلت على ضوء أخضر من أطراف دولية وخصوصا من الإدارة الأمريكية التي التزمت الصمت منذ بداية هذه العملية الإجرامية حتى اليوم. بالتالي يعني نحن أمام رواية، أمام قصة جديدة من قصص الإجرام السعودي التي ربما تبعث ما اندثر وما كتب عن جرائم النظام السعودي في الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية، والذي كتبه ابن بشر وابن غنام وغيرهم من مؤرخي الدولة السعودية. وهذا يؤكد أن هذا النظام لا يمكن أن يكون وطنيا أو أن يؤسس لدولة وطنية، لأن الثقافة التي يتبناها والسياسات التي يطبقها على الأرض هي تتناقض تماما مع فكر الدولة وثقافة الدولة.